أخبار اليوم. نشرة الأخبار. أهلا. السيسي: تعزيز العمل العربي المشترك ضرورة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مشيرا إلى أهمية جهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار تعزيز دعائم التعاون القضائي والأطر القانونية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب. وشدد الرئيس خلال استقباله يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت على أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدا على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف، منوها إلى الدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في التصدي للفكر المتطرف. رئيس الوزراء: منظومة التعليم على رأس أولويات الحكومة. أكد رئيس الوزراء في مستهل اجتماع صندوق التعليم أن تطوير منظومة التعليم يأتي على رأس أولويات الحكومة، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل لتوفير عمالة فنية مدربة قادرة على الإنتاج والمنافسة. شكري: الإرهابيون استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم. قال وزير الخارجية سامح شكري إن استخدام الجماعات الإرهابية للطفرة التكنولوجية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي بات أحد أهم الأسباب التي تساعدها على نشر رسائلها وأيديولوجياتها بشكل غير مسبوق. وأكد شكري خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة الفكر المتطرف: لا يفوتني الإشارة إلى أهمية التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والتي تساهم في انتشار الأفكار المتطرفة وتزايد انضمام الشباب من الأقليات المسلمة في الدول الغربية للتنظيمات الإرهابية. رياضيا: الزمالك يستبعد كهربا من مواجهة بتروجيت ويفتح المجال لرحيله. قرر نادي الزمالك بشكل غير معلن توقيع عقوبة الاستبعاد على كهربا نجم الزمالك لكرة القدم من المشاركة في مباراة فريقه أمام بتروجيت غدا الخميس بالدور العام. جاء القرار على خلفية الأزمة الأخيرة التي أثارها كهربا لحظة استبداله في لقاء المحل السابق بالدوري. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة. صرح حسن محمد حسن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة اعتبارا من يوم السبت 14 مايو ولمدة 72 ساعة، على أن تبلغ ذروة هذه الموجة يومي الأحد والاثنين 15 و16 مايو. فمن المنتظر أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.